يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي وبعد فالعلوم من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالك. وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عاداتنا ووضع جلا أقسام مقتضاه بالحصر تماز وهي الوجوب الاستحالة الجواز فواجب لا يقبل النفي بحال وما أبى الثبوت عقلا المحال وجائزا مقابل الأمرين سم للضروري والناظري كل قسم أول واجب على من كلفا ممكنا من ناظر أن يعرفا الله والرسول بالصفات مما عليه ناصب الآيات وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر أو بثمن 12 حول الظهر يجيب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغنى المطلق عم وخلقه لخلقه بلا مثال ووحدة الذات ووصف والفعال وقدرة إرادة علم حياة سمع كلام باصر ذي واجبات ويستحيل ضد هذه الصفات العدم الحدود ذا للحادثات كذا الفناء والافتقار عده وأيما تلا ونفي الوحدة عاجز كراهة وجهل وممات وصامم وباكم عمى صمات يجوز في حقه فعل الممكنات بأسرها وتركها في العدمات وجوده له دليل قاطع حاجات كل محدث للصانع لو حادثت لنفسها الأكوان لاجتمعت التساوي والرجحان وذا محال وحدوث العالم من حادث الأعراض مع تلازم لو لم يكن قدام وصفه لزم حدوثه دور تسلسل حتم لو أمكن الفناء لانتفى القدم لو ماثل الخلق حدوثه انحتم لو لم يجب وصف الغنى له افتقر لو لم يكن بواحد لما قدر لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما والتالي في الست القضايا باطل قطعا مقدم إذا مماثل والسمع والبصار والكلام بالنقل مع كماله تراه لو استحال ممكن أو واجب قلب الحقائق لزوما أوجبا يجيب للرسل الكرام الصدق أمانة تبليغهم يحق محال الكذيب والمنهي كعزم التبليغ يا ذكي يجوز في حقهم كل عرض ليس مؤديا لنقص كالمرض لو لم يكونوا صادقين لا لزم أن يكذب الإله في تصديقهم إذ معجزاتهم كقوله وبرص
خلق هذا العبد في كل خبر. لو انتفى التبليغ أو قالوا حتم أن يقلب المنهي طاعة لهم. جواز الأعراض عليهم حجة وقوعها بهم تسل حكمة. وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يجمع كل هذه المعاني كانت لذا علامة الإيمان. وهي أفضل وجوه الذكر فاشغل بها العمر تفز بالذكر. فصل وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا هو الإسلام الرفيع. قواعد الإسلام خمس واجبات وهي الشهادتان شرط الباقيات. ثم الصلاة والزكاة في القطاع والصوم والحج على من استطاع. بإيمان جزم بالإله والكتب والرسل والأملاك مع بعث قرب. وقادر كذا صراط ميزان حوض النبي جنة ونيران. وأما الإحسان فقال من دراه أن تعبد الله كأنك تراه. إن لم تكن تراه إنه يراك والدين ذي الثلاث خذ أقوى عراك.